شركة فرغب للنشر والتوزيع بفرنسا تقدم. بسم الله أرقيك. الرقية الشرعية. العلاج والرقى. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. الرقية الشرعية. والآن نترككم مع الرقية. من السحر ومن العين ومن المس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد من جن أو شيطان أن يخرج منه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد من جن أو شيطان أن يخرج منه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد من جن أو شيطان أن يخرج منه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد من جن أو شيطان أن يخرج منه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد من جن أو شيطان أن يخرج منه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد من جن أو شيطان أن يخرج منه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم بالله العظيم عليكم قسما تسألون عنه يوم القيامة كل من يسكن في هذا الجسد من جن أو شيطان أن يخرج منه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما نزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. بسم الله العظيم الكبير. أعوذ بالله العظيم من كل عرق نعار ومن شر حر النار. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من شر كل نفس عين حاسد. بسم الله أرقيك والله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد. بسم الله أرقيك والله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد. بسم الله أرقيك والله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد أو عمل سحر. الله يشفيك. بسم الله أرقيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد أو عمل سحر. الله يشفيك. بسم الله أرقيك. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد أو عمل سحر. الله يشفيك. بسم الله أرقيك. بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. بسم الله يبريك
ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين. بسم الله يبريك. ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله. تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. بسم الله. تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. بسم الله. تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد من جن أو شيطان أن يخرج منه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ستحرقون وتعذبون بهذه الآيات. أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد من جن أو شيطان أن يخرج منه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ستحرقون وتعذبون بهذه الآيات. أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد من جن أو شيطان أن يخرج منه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ستحرقون وتعذبون بهذه الآيات العظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد من جن أو شيطان أن يخرج منه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أخرج عدو الله من هذا الجسد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد أن يخرج منه توبة لله وطاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ستعذبون وتحرقون بهذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد من جن أو شيطان أن يخرج منه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد من جن أو شيطان أن يخرج منه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد من جن أو شيطان أن يخرج منه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ
والله بصير بالعباد. أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد من جن أو شيطان أن يخرج منه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد من جن أو شيطان أن يتوب إلى الله توبة نصوحة طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد أن يخرج منه أن ينصرف منه ويعيش بعيدا عن الناس لا يؤذي أحد. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. توبوا إلى الله، فأنتم خلقتم لعبادة الله، خلقتم لطاعة الله، خلقتم لعبادة الرحمن، فتوبوا إلى الله. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنتم مخلوقون مثل الإنس لعبادة الله، ولا يجوز لكم أن تؤذوهم، لا يجوز لكم أن تدخلوا في أجسامهم، تسكنوا في الأماكن التي خصصها الله لكم بعيدا عن الناس، تعبدون الله وتصومون وتؤدون العبادات على أكمل وجه كما يعملها كذلك الإنس. توبوا إلى الله قبل أن تعذبوا، قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه الدرجة الحميدة. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. أخرج عدو الله، تب إلى الله، تب إلى الله، تب إلى الله توبة نصوحة. أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد من جن أو شيطان أن يخرج منه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ستعذبون وتحرقون بهذه الآيات العظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فاستعذ بالله. فاستعذ بالله. فاستعذ بالله. فاستعذ بالله. فاستعذ بالله. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد من جن أو شيطان أن يخرج منه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم رب الناس أذهب الباس. اللهم رب الناس أذهب الباس. اللهم رب الناس أذهب الباس. واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أقسم بالله العظيم عليكم كل من يسكن في هذا الجسد من جن أو شيطان أن يخرج منه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله إن الله كان